وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم سأل يعني الحكم الفريقين في البطولات كأس العالم دورات، يعني بين الفريقين فريق مع فريق، تقريبا ربما يقصد أنه الحكم من مناولة الجائزة وميداليات للطمزن الفرق الرابحة الفائزة في ميدان كرة القدم، بمعنى فريق مع فريق لعبن كرة القدم على ميدالية، على جائزة، قد تكون ميدالية ذهبية، قد تكون جائزة مالية إلى آخره. فريق غادي يلعب دغوا يغلب الفريق دغوا، الجائزة يربحت الفريق اللي يغلبن، واش كتسمى ناس العلماء القمار، حرام لا يجوز، لكن يجوز بصفتين. الصفة الأولى يغل الطرف الخارجي، مثلا يا السيد أو يا الجمعية أو يا الهيئة أو يا الفريق أو يا المجموعة، الناس ناسي الفريقين لعبت كني وأنك يوني غلب أنك كني رئيس نفك الجائزة، هذا طرف الثالث، الفريق يلعب الفريق الناس الفريق ويستقرا دوري يلعب انت بمعزل على الميدان ويراقب ويشاهد يعني عملية اللعب، الناس يلا خدمات لعبات وأنك يوني ربحن يعني كون يرى داس نفك، الحالية تجوز تقدر تسمى الجعل، والجعل جائز. الصفة الثانية من الفريقين أيضا، الفريق دي العبد غوا يا الفريق النيسي الفريق يضني وأن يغلبن في خاس وأنه يغلبن هنو ريف كوالو، فجائز يغيط الدخل يا الفريق إنه وأنه ينخير بحن يو يخطى، ولكن وأنه يخسر وريف كوالو، بمعنى إن تربح تغنم وإن خسرت لا تغرم، فجائز. لكن الشكل هذا اللي سلا غيلا الزمانه دارت لعاب ميداليات تسمو الفريقين، الفريقات دغوا اثنين اي استغل الميداليه والجائزه سرت لعاب الفلاس، وان يغلب ياويت حتى تلقى قمار، لا تجوز. اما يقصد الانسان ما ياخذه الانسان من عرق جبينه وهو كمحترف عند فريق، فالمسألة بننسج العلماء في مشكل، بمعنى يحترف غدا الفريق قريت لعب صراتي بشارينس، ولكن الراتبات غم كتسنى خصها وليفوخ في الجعل، والله أعلم.